قمنا بافتتاح السنة الثقافية لسنة 2020-2021، حيث قمت أنا بمعرض في الفن التشكيلي. يخص هذا المعرض 23 دولة مشاركة، ويعتبر رصيدي جمعية لمسات الفنون التشكيلية وأعمالنا كذلك. متنوع له عدة مدارس من بينها الانطباعية، مدرسة التكعيبية، التجريدية، وفي المعاصر الحرفيات، النحت إلى غير ذلك من الفنون. والفن هو ما قلنا كل شيء، هو غذاء الروح. لذا أرتأينا أن نقوم بعرض هذه اللوحات التشكيلية والتي تروي الموروث الفني الجزائري، أي كذلك الموروث الفني العربي.